بطبيعة الحال هذا شرف لي أنني كنت واجد اليوم في مهرجان مراكش. بطبيعة الحال كيعجبني نجي باش كنشوفوا دوطخ فيلم وكنتعرفوا على الناس على دوطخ أكتر. بالنسبة لي المهرجان هو دائرة جميلة. كنتمنى شوية على الإطلالات ديالك اللي غير تقليدية. والإطلالة هي تقليدية ومودرن في نفس الوقت. نورمال ان كارتون مودرن. داكوغ. يتجدد بالسينما اولا، دعونا نحتفي بالسينما خصوصا السينما هذا العام، السينما المغربيه واللي غادي تكون في بانوراما. سنحتفي ايضا بالسينما العالميه من خلال سينما استراليا. هي فرصه لنا باش كنتعرفوا ونشوفوا افلام ما سبقش لينا شفناهم ولا ما عندناش الفرصه فين نشوفهم. روميو إطلالة روميو، فوالا. روك لك شبابي أكثر. نعم. علاش الإطلالة اللي بغيتي توصل لها من خلال لاطوني ديالك اليوم سامية؟ سافا لاباس. نعم. بغيتي توصل لها من خلال الإطلالة ديالك اليوم لأن ما تنساش رسالة. كاع نساء أوزغون ميتخ بطوني وسي راك أند رول. يس هذا هو ملي روميو اقترح عليا الفكرة أنني نجيب إطلالة روك أند رول. بصح كتغيرني على كتغير شويه الصوره اللي عند الجمهور من قبل كانت هي اطلالات بسيطه كلاسيكيه. جي فولي جوي لو جو. شرفني انني نكون من بين المدعوين ديال الفيستيفال كل سنه، وهاد التظاهره زوينه وكتشرف المغرب والفنانين المغاربه، وكتكون عباره عن تظاهره اللي كنتلاقاو فيها مع ممثلين مغاربه اللي ما كنقدروش نشوفوهم العام كامل، وممثلين وفنانين عامه مغاربه وماشي مغاربه. انا كيف كل عام قدمت 5 د الافلام تبارك الله في هذا الفيستيفال اللي كيشرفنا، وهذا دائما افتخار بالنسبه ليا كممثله مغربيه. ودائما هذا الفيستيفال كيزيد واحد الحاجه اللي اون بلوس لينا كاملين لكاع لي بروفيسيونيل، لا في الاختيار ديال الافلام ولا في كل شيء. تمنى شويه على الاطلالات ديالك اليوم. فاش؟ لو لوك الدنيا حياه بن عبد الله سي توكيبي دو موا في كل شيء، في ميك اب كل شيء. بغيت نمثل المغرب في التونو بلديه على حقه وطريقه، لا ستيليست زينب والراس اي لو روج كوم لو فير كوم لو تابي اي لي روج، باش ندير لو رابيل ديال المغرب.